عندنا دكتور وليد دعبس رئيس مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر. دكتور وليد، مساء الفل على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ. عايز اعرف من حضرتك يعني ابرز المستجدات، احنا بنحاول نعرف كل المعلومات الخاصه عشان نطمن الناس كلها، الجمهور كله والناس كلها، ونطمن اهل احمد، يعني نعرف من خلال حضرتك ايه ابرز المستجدات اللي ممكن تكون واصله لحضرتك وتطمنا وتفيدنا بيها. والله شوف استاذ ابراهيم، احنا متابعين الموضوع طبعا ثانيه بثانيه يعني، وعايز اقول لك ان طبعا هناك موجود الرئيس التنفيذي للنادي، المدير التنفيذي الاستاذ هيثم عرابي، وانا بتابع مع الدكاتره يمكن كل شويه، ومتابعين مع اهل كمان احمد كل شيء، وقايل لهم الموضوع بكل صراحه وبكل وضوح. الموضوع ببساطه حضرتك ان هو حصل توقف في القلب فتره طويله جدا، يعني احنا بنتكلم اكتر من ساعه، ساعه ونص تقريبا. تمام. وده عارف لما تبقى تمنع الاكسجين عن يعني كل اعضاء الجسم فتره طويله كده تخش في مشكله، مشكله كبيره. ده الثانيه الواحده لما تمنع الاكسجين عن المخ او عن اي عن القلب نفسه بتبقى مصيبه. ولكن الحمد لله يعني احنا بنشوف معجزه، والحمد لله كانت المعجزه دي جزء طبعا رئيسي من عند ربنا، الجزء الاخر اللي هو كان الاسباب اللي هي الدكاتره الموجوده اللي قاموا باحسن دور في المستشفى. ده حقيقة يعني. فإحنا النهاردة الوضع كالآتي، هو موجود على جهاز تنفس صناعي. الجهاز ده مش معناه إن إحنا عندنا مشكلة كبرى في إن إحنا نقدر نعيده تاني يعني يبقى أليرت كامل، يعني يبقى وعي كامل، ولكن المشكلة الأكبر إن في رئة لسه فيها شوية مشاكل، وفي شوية مشاكل في الكلى. فالاتنين دول مع بعض عاملين لنا أزمة في الوقت الحالي، ان احنا محتاجين ان احنا نصلح المشاكل اللي في الرئه اللي موجوده، شويه الالتهابات الشديده اللي موجوده دي طبعا ناتجه عن ان عايز اقول لك ان هو اتعمل له اكثر من 30 دوره لرجوعه تاني الى الحياه والنبض الطبيعي. سبحان الله. كانت كل الكلام اللي اتعمل ده اكيد اثر على الاجهزه اللي موجوده. ان شاء الله التاثير ده باذن الله يطلع منه، ما يكونش التاثير ده دائم، تبقى حاجه مؤقته، ونتمنى ان الكلام ده يكون في الايام القادمه في الثلاث اربع ايام الجايين. الثلاث اربع ايام الجايين دول يا استاذ ابراهيم ايام حرجه، ان احنا ان شاء الله نشوف فيهم تقدم، متمنيين الشفاء ليه، الدكاتره بتعمل اللي تقدر عليه، وهو بين ايدين ربنا في الوقت الحالي، وزي ما كان قاعد ساعه ونص بين ايدين ربنا. فيعني مش عايز اقول لك هو موضوع صعب جدا، موضوع صعب على الكل، على اهله، على اصدقائه، على الفريق، على الاداره، على كل الناس. وعايز اقول لك ان هو كان صعب على الجماهير حتى بتاعه الاتحاد صحيح صحيح. يعني عايز اقول لك ان انا عايز من خلالك اشكر جماهير الاتحاد الاسكندري، واشكر جماهير مصر كلها، اهلي وزمالك، على الدعم اللي معمول. جماهير اسكندريه كانت واقفه عايز اقول لك قدام المستشفى للاعب هم ما لهمش علاقه بيه، ولا لاعب في الاتحاد الاسكندري قبل كده ولا حاجه، ولكن ده شعور طيب ونبيل جدا 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 من الجماهير، كانوا طالبين بوقف المباراه. يعني كان في احساس، يعني مش عايز اقول لك عامل ازاي، احساس الوقفه مع اللاعب بطريقه شديده جدا، احساس الوقفه اللي موجود ده والتلاحم اللي موجود من كل الاجهزه. مش هقول لك صحيح. ان الوزير متابع الموقف اول باول، وزير صحيح. الشباب، وزير الصحه متابع اول باول، رئيس اتحاد الكوره من اول لحظه هو بيتصل بيا ومتابع مره واثنين وثلاثه وخمسه. يعني عايز اقول لك ان في حاله موجوده الحقيقه، يعني الوقفه في الازمات كانت يعني نقول رجاله دايما بتقف في الازمات، فعلا كل الناس كانوا واقفين وقفه رجاله، لعيبه، اداره، اجهزه، وزاره، كل حاجه. والمهم من كل ده ان هو يقوم بالسلامه ان شاء الله يا رب، ويرجع لاسرته، دي اهم حاجه. ودعوات انا شايف ان يعني يمكن دعوات والده احمد واهله واصله، لان انا شايف كده يعني انت ربنا ان شاء الله يجبر خاطر الكل، وان شاء الله نشوفه ويرجع تاني بصحته. ان شاء الله يا رب. شكرا، نتمنى من حضراتكم وكل الناس الدعوات، وبنشكر الجميع. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور وليد، وبالجدعنه اللي معروفه عن حضرتك دايما، انا متاكد ان حضرتك ونادي مودرن فيوتشر مش هيعني يدخر جهدا للوقوف جنب احمد رفعت، ان شاء الله يقوم بألف مليون سلام.